تتويج مؤسستنا بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني في أولمبياد علوم المهندس في نسختها الثانية. نحن هنا للاحتفال بإنجازنا وإنجاز أساتذتنا المؤثرين. كنهدي هاد الفوز لمدينة ورزازة الإقليم ورزازة بصفة عامة، والحمد لله كنشكر لا التلاميذ ولا الأساتذة المؤطرين ولا المديرية الإقليمية اللي عاوناتنا باش نوصلوا لهاد المرحلة. تتويج الثانوية بالجائزة الأولى في أولمبياد علوم المهندس الوطنية، كنبغي نشكر جميع المتدخلين في هذا الإنجاز، وكنشكروا التلاميذ اللي كانوا يعني أبطال بمعنى الكلمة، بحيث كانوا منضبطين كانوا مجتهدين، ونتمنى ان شاء الله هادشي ما يتوقفش هنا، يعطي واحد الدفعه جديده، يعني واحد الدفعه للامام ان شاء الله للمؤسسه. ثانوية ابن الهيثم التقنية شاركت منذ بداية المسابقة بخمسة مشاريع، وتم إقصاء مشروع، يعني أن المباراة النهائية عرفت مشاركة أربعة مشاريع من ضمن 10، وهذا شرف كبير بالنسبة للمديرية وللمؤسسة. وفي الأخير تم تتويج مؤسسة ابن الهيثم بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني. سعيد جدا باش نحضروا لهاد كمؤسسه وكتلاميذ متوجين ومؤطريهم باش نحضروا لهاد الحفل الحميمي اللي قامت به المديريه الاقليميه مشكوره في اطار تشجيع التميز والابداع العلميين للتلميذات والتلاميذ المؤسسه. هاد الجائزه جات كتتويج لواحد المجموعه ديال المجهودات اللي قامت بها المؤسسه متمثلة في النادي العلمي والتكنولوجي، اللي اشتغلوا من بداية السنة تقريبا على واحد المجموعة ديال المشاريع العلمية ذات طابع إبداعي فني، وتوجت الحمد لله بالفوز بالجائزة الأولى على المستوى الوطني.